أدت الموسيقى لتصدح على مسرح تدمر الأثري وتعزف ألحان المجد في احتفالية درب النصر بمناسبة الذكرى 48 لحرب تشرين التحريرية والتي أقامتها محافظة حمص بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة ومديريتي السياحة والثقافة. تحرير ذكرى انتصار جيشنا العظيم اللي عم يتزامن مع انتصارات جيشنا حاليا وانتصار السياسي اللي عم تكون فيه قيادتنا العظيمة. قدمت أوركسترا مديرية الثقافة مجموعة من الأعمال الموسيقية اللي لها طابع وطني فقط كان بما يتناسب مع هذه، إن شاء الله نكون قدمنا شيء بيتناسب مع هذا المسرح العظيم. نحن حاولنا اليوم حقيقة نقول إنه سوريا العظيمة، هذا المسرح الكبير مبنى بجهود سوريين مبدعين ومبنى بتكاتف من الجميع، أكيد تعرض لهزة لكن نحن مع بعضنا قادرين نرجع نبني ونرجع لهذا المكان نعيد ألقه وتكون تدمر على مثل ما كانت على مر التاريخ هي درة الشرق، فهي كمان رسالة محبة وسلام. هذه الاحتفالية في هذا المكان دليل على عودة الأمن والأمان إلى مدينة تدمر بعد دحر الإرهابيين على أيدي أبطال الجيش العربي السوري، ودليل وأصرار على عودة الإعمار إلى هذه المدينة التاريخية وإعادة رونقها التاريخي والأثري. نبارك لهذا الشعب وبالخصوص مدينة تدمر وأهليها الأمن والأمان، ونقدر للجيش العربي السوري ما قدمه من تضحيات في سبيل الأمن وأمان هذه البلد. تدمر تعيش عرس وطني بذكرى حرب تشرين التحريرية وبذكرى انتصار على الإرهاب وتحريرها من يد الإرهاب. الفعالية كانت رائعة اليوم، هي رسالة فرح وانتصار. تأتي ذكرى حرب تشرين التحريرية على وقع انتصارات الجيش العربي السوري الذي يسطر ملاحم البطولة والعزة محققا النصر على الإرهاب ومعيدا الأمان والاستقرار لربوع الوطن. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.